بالنسبه لهذه الظاهره تربيه الكلاب، اذا كانت الشريعه الاسلاميه لا تجوز تربيه الكلاب الا في ثلاث مواضع، اما لحفاظ الماشيه يعني كيكون في البوادي، واما لحراسه المنزل. وحنا الحمد لله في المدينه كاين الامن وما بقاش ديك اللصوص شحال هذه ولا في البوادي، والا كذلك للصيد. هذه ما عدا ذلك الكلب نجس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، لانه نجس. والشريعه ملي كتحرم شي حاجه الا اذا كان فيه ضرر وكيوقع هناك امراض كثيره بسبب نجاسته، وهي اصلا ظاهره لا اخلاقيه كما كنقولوا. على ماذا تدل هذه الظاهره انك تربي الكلب والانسان بنفسه قد يكون غير مربي؟ هذه الظاهره اصبحنا نراها يعني تنتشر بسرعه في المجتمع، فربما هي يعني ظاهره لا تستحسن، ربما هي من استقيناها من الغربيين ليست من تقاليدنا الاسلاميه. في الحقيقه هذه ظاهره خايبه، ان انتشرت ما خصهاش تكون، خصوصا بالنسبه للاذى اللي يمكن يجي من الحيوانات بحال الكلاب. مجموعه من الاشياء اللي هي اولا الازعاج ديال السكينه، ثانيا الاطفال اللي كانوا دايزين في الشارع، مساله واحده اخرى هي الامراض اللي يمكن تنتشر منهم. اعتقد ان خاص السلطات تتدخل في هذا الباب هذا باش تخلي الفضاء المدينه نقي وحلو. انا كنظن هذه حضاره غربيه ماشي اسلاميه، احنا في العقيده ديالنا الكلاب منجوسين او نجسين، وكنظن هذه الظاهره غير صحيه. الكلاب اللي كيطلقوا يقدروا ياصلوا شي حاجه في الناس ولا في شي حاجه هيدا، المهم خاصهم يعملوا لهم شي محاولات شي كمامه ولا شي حاجه اللي كيستعملوا في الدار ديالو. كيف السلطة ديالو؟ السلطة ديالو ما خصوش خصو الخلا تما داخل في وسط المدينه وقدام الناس في وسط الناس كايس به. عندهم يعمل شي حاجه الدروع، عندهم يعمل شي حاجه ما يترساش يدك. كاين بعض منهم كيطلقوا الدروع على القطط، بحق القط دائما عندهم يعور الدروع، كيترلو دائما كيترلو عينه الدروع ما يقدرش على القط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب ماشية او كلب صيد او كلب حراسة فله كل يوم قراطان من الذنوب. القراط كجبل احد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. فاذا ما خديتيش يعني الجرو الحاجة مفيدة بحال ثلاثة حراسة او يعني الغنام وداك الشيء او شي حاجة بحال مفيدة، احسن انك تخليه على جنب يعني ما تاخذوش. وهذا والله اعلم. خصو يعمل له السنسلة ديالو ولا الكمامة ديالو، المهم الجرو هو حرام. احنا الدين ديالنا ما قالناش الجرى، قال لك نمسك الجرو خصك تعاود بالوضوء. ظاهرة خطيرة وخايبة، يقدر يكون فيهم شي مرضي اللي تكون فيها لا كونتاميناسيون مباشرة للبشر. بزاف ديال الحاجات، لأن الكلب يا اما تربيه بالقوام ديالو وفي بلاصتو ولا ما تربيهش. الظاهرة الجرى دابا مثلا اللي عجبت الجرو إذا هدا بالمدرسة هذيك ما صالحهاش، فهمتي كيف؟ بالنسبة لنا هذيك الظاهرة الخروج بالجرى وهذيك الشيء يعني عادي، علاش؟ على حسب انه يعني الجرو دريسي ويعني ما يعرفش شي واحد ولا شي حاجه، واحد مسناسل يعني كتخرج به يعني من كل واحد واحد الفراغ كتخرجوا باش يفوز وكذا ويدور، فهمت؟ باش يعني عادي ماشي شي حاجه. بالنسبه للدراري اللي كيمشيو للمدرسه فهذيك يعني حاجه تافهه، يعني ماشي يعني العقليه ديال الدراري ستيتوين وصافي.